فعلا قبل 4 أشهر لما وقفت على الميزان وشفت الرقم 90 اول مره اوصل هذا الوزن بحياتي، فقلت يا راشد لازم اخذ خطوه جاده تجاه الموضوع هذا. قعدت ابحث مثل الكثير من الناس اللي يبحثون عن موضوع الدايت او انهم ينزلون وزنهم، ما اتوقع في حد ما يبحث عن الموضوع هذا، بس وايد تعبت لما حصلت على برنامج كان هو الحل، كان هو المنقذ بالنسبه لي. برنامج اتكلمكم عنه اخوي رشاد، اول فتره كنت متخوف برنامج صحي، كنت متخوف الصراحه مثل الكثير من الناس بعد، لكن من اول يوم لاحظت المتعه وعشت المتعه خاصه من ناحيه المزاج والطعم اللذيذ والحياه اللي لم تعد كالسابق الصراحه فعلا. انت نزلت من فتره صح؟ من 4 أشهر بالضبط، الحين قاعد اكلمك وانا بادي بشهر اخر شهر 12. اخر أيوة. شهر 12 عجيب. هل وزنك جالس يرجع ولا الامور طيبه؟ جالس تصير وزني قاعد ينزل. اذا كنت مهتم تتحصل على هذا البرنامج الصحي البسيط، تواصل معي على رسائل الانستغرام او تواصل معي على رسائل الواتساب.